وزار محافظ صلاح الدين محطة توزيع كهرباء الشرقاط واطلع على انتظام العمل وآلية التوزيع فيها، مؤكدا ضرورة زيادة الحصة الانتاجية للمحطة والتوزيع بشكل منصف لتأمين التيار الكهربائي لنواحي القضاء. المحافظ أوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا ملموسا بزيادة ساعات التجهيز في مدن المحافظة كافة ضمن الخطة التي أعدتها حكومة المحافظة لدعم قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن خطى العمل تسير بوتيرة متصاعدة لتنفيذ المشروعات الخدمية في قطاعات الكهرباء والخدمات والصحة والتربية من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطني المحافظة.